ما هو عدد المرشحين الذي يحق لهم التقديم إلى الانتخابات الرئاسية؟ المادة 34: لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييداً خطياً لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية.